توجه اليوم بلادنا حملة أجنبية من خارج؟ شوف، نحن سيادتنا لن نفرط فيها. تواجه أي حملة أجنبية وحملات مسعورة ورفض كل نظام وطني، نحن نموت ونموت واحد الوطن، لا نخاف إلا الله، وسندنا الشعب في ذلك، وكلمة الحق نصدع بها ولا نتردد في الإصداع بها، ومعنا حسيبنا الله يوم القيامة حينما ننتقل إلى الجانب الآخر من الوجود. حسيبنا أيضا الشعب ونحن في هذه الظرف.